الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول صناعية كبرى بدأت تتخذ منحا جديدا لا نبالغ إذا وصفناه بالحرب التجارية. هذا المصطلح الذي تصدر التحذير منه المشهد الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة تحول إلى واقع على الأرض مع تبادل الولايات المتحدة الأمريكية والصين فرض رسوم جمركية على الواردات المتبادلة. وزارة المالية الصينية أعلنت أنها ستفرض رسوما إضافية نسبتها 25% على 106 منتج أمريكي من بينها السيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات وفول الصويا والذرة إضافة إلى منتجات زراعية أخرى، وتبلغ قيمة هذه المنتجات حوالي 50 مليار دولار. وتأتي الخطوة الصينية بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على حوالي 1300 منتج صيني غالبيتها منتجات غير استهلاكية تمثل واردات سنوية قيمتها حوالي 50 مليار دولار. نحن سنتخذ تدابير مماثلة متساوية في القوة والحجم ضد المنتجات الأمريكية وفقا لقانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في المستقبل القريب. لدينا الثقة والقدرة على الاستجابة لأي إجراءات حمائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الصين أخطرت منظمة التجارة العالمية بأنها فرضت رسوما انتقامية قيمتها 611 مليون ونصف المليون دولار على وارداتها من منتجات أمريكية بقيمة 2,700,000,000 دولار تشمل لحوم الخنزير والفواكه والإيثانول، وذلك ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.